السلام عليكم، معكم حمادة. هذا أول فيلم قصير ومستوحى من قصة واقعية. بعض المرات غادي نبقى نحط لكم قصص قصيرة والوصف ديالها كينقل المشاعر أكثر من أنها تكون أحداث، وأحيانا غادي نوضع أحداث للقصة ببعض الوصف القصير. أنا ما غاديش نقدر يعني نتمشى على وثيرة واحدة، أنا كنبغي نتنوع في السرد، يعني نحب التنوع. يعني نقدر ممكن أن نحط لكم يعني قصة تتحدث عن المشاعر أو الألغاز أو قصة غموض أو رعب أو قصة بوليسية، وممكن بعض المرات يعني نحط لكم حقائق داخل القصة. هادشي اللي كان عندي، كنتمنى أنكم تستمتعوا يعني بهذه القصة. للإضافة يعني هذه قصة، يعني هذا واحد ديالها، وإذا حبيتوا أنني نعمل جزء تاني لهذه القصة يعني ما عليكم غير تحطوا لنا تعليق وتقولوا لنا يعني واش بغيتوا جزء تاني. إذا حبيتوا جزء تاني نبدأوا في الكتابة دياله، ما عندناش مشكل. وإذا حبيتوا الفيديو غير هكذا يعني الخير والبركة. كنتمنى أنكم تشتركوا في القناة، ولا بغيتوا قصص وأفلام في هذا النوع والجودة ما عليكم غير تخليوا رسائلكم في التعليق تحت الفيديو، وما كرهناش تعطونا الاراء ديالكم، يعني كتهمنا بزاف، يعني ايجابيه ولا سلبيه احنا غادي ناخذوها بالعين الاعتبار. وهذا اللي كان عندي، سمحوا لنا على التعطيله وشكرا بزاف على التتبع ديالكم لينا. بارطاجيو الفيديو، وصلوا القناه ديالنا لابعد مدى، واشتركوا في القناه وخليونا نتحمسوا اكثر. يلا خليونا نبداو. اليوم كملت 4 شهور مع آخر موعد معها، غياب غامض، 5 سنوات ديال العشرة. أنا يوسف ومحبوبتي اسمها راوية، خليكم معايا. عرفتوا شنو شفت دابا في التلفزيون؟ دايرة التصاور ديال الخطوبة ديالها، ما كملاش حتى 30 ثانية. أنا وراوية تعهدنا أن الموت هي اللي غادي تقدر تفرقنا. من نهار نجحنا وخدينا الإجازة ديالنا دوزنا أحلى نهار أنا وياها. من بعد اكتشفت أنها حطات التاريخ ديال العرس ديالها. وأنا قررت أنني نهنئها ونبارك لها بحال قاعد الضيوف وبطريقتي. خديت البيسي ديالي وحليته وفتحت موقع فيسبوك، دخلت الاسم ديالها وخرجت لي الصفحة الشخصية ديالها. دخلت لها وشفتها حاطة إعلان الزواج والتاريخ والمكان ديالو. جبت الأوراق ديالي ودونت المعلومات فيهم، بقيت كنقلب على الأرقام القديمة والصور اللي كانت كتجمعنا. استخرجتهم حتى هما وبديت كنعدل الخطة الانتقام ديالي وبتركيز عالي، لأن في الآخر غادي نكونوا البعض، غادي تفهموا هادشي من بعد. كل شي واجد، يبقى غير امتى غنبدا واين الساعه غندخل. اتجهت للمطبخ ديالي ووجدت سم اللفع مع العصير لشخصين، الاول ليا والثاني لحبيبتي. خويتهم في كاس وخلطت وشربت، والنص التاني غادي ناخده معايا. دونت المعلومات ووجدت الاجهزه ديالي باش نعمل تيست، وعملت تيست ولكن واجهني واحد الخطأ. عاودت عمل تيست ولكن نفس الخطأ. جبت معدات ثانية وأحسن وأجود من الأولى باش نوصل لكم رسالتي واضحة وبصوت نقي. شعلت البيسي ديالي وتجهزت باش نشرح لكم الخطة ونحكي لكم شنو غادي ندير وكيفاش حتى غادي نقوم بالعملية، لأني ما راجعش، لأن السم اللي شربته غياخد 6 سوايع أو 7 سوايع على الأكثر. خديت التليفون ديالي ودرت بلاي، وهنا غادي تبدأ الخطة. حبيبتي أنا جاي لعندك. شربت وسكرت وأنا في الوعي ولا وعي. لبست وتأنقت وبخطوات ثابتة اتجهت ليك. دخلت عليها القاعة ولقيتها لابسة كسوة بيضة. تفكرت كاع كلامها والذكريات ديالها ليا. يمكن تقولون اللي درقك بخيط دركو بحيط، ولكن انا نقول لكم هنا الخيط تقطع. واللي بقى وحداني ماشي كل اللي لقى وناسه، كنشوف فيها وعيوني ممسوجة بحب وحقد. ضربت الصاروخ ماشي كيف القرطاس. بعد ما دخلت القاعة وكانت عامرة بالناس اللي معروضين،
وانا ما كنشوف حتى شي حد من غيرها، هي اللي كتبان لي بحال شي عدو او هدف ولا عرق نازل من ظهري، وانا محافظة على الابتسامة ديالي. قربت منها ولا عرق كيصبب من ظهري بكثرة التوتر، ولكن متبت راسي ومحافظة على الضحكة في وجهي بحالها ما قداتش تبين الخوف ديالها ومن الفضيحة ديال الناس. هنا ولا عرق نازل من ظهري وانا محافظة على الابتسامة ديالي ومتبت خطواي. مسكت بيديها وانا كنشطح معاها، كاع الناس تجمعوا علينا، شي كيصور وشي كيشوف وهو متعجب من امرها وامري. همست في ودنيها وقلت المفروض هذا ناري، مفروض تكوني لابسة ليا. ما قدرتيش تصبري، متخافيش جيت غير نبارك ليك ونعطيك الهدية العرس ديالك. خديتها وقبلتها وانا كنتفكر كل الذكريات ديالي. قبلتها وانا في لحظة كان ضعاف، وكنت غادي نتردد داكشي اللي كنت غادي نديرو لها. قبلتها المرة الثانية، ولكن ملي شفت في عينيها شفت دوك العينين اللي كانت كتواعدني بيهم، نفس العينين اللي كتشوف فيها فيهم دابا، فيقتني وانا كنشوف فيها وكحاس انها بغات تقول لي شي حاجة وخايفة او مترددة. كملت معها الشطحة وهمست لها في ودنيها مرة ثانية وقلت لها ما تخافيش، انا غير جيت نبارك لك ونعطيك الهدية، هدية عرسك، ولكن حيت انا حبيبك غادي تكون خاصة. الا ما بغيتيش تشوها شربي معايا هاد الكاس ولاخر مرة. وخليني نكمل لك سيدة الجيج وحكام انت يا صرات لي قصة وخلصتها غالية ودرتها بديانة وعلى بالي بعيك من اللي راحتها وبقى وكان يتفوق. خليني سيد الجيج وحكم انتايا صرات لي قصة خلصت غالية درتها بيدي انا وراي تاني بعين يبقيت وحدي انا ميجي بعض لبيتي ويلي في القلب ادري بيه الربا والله ما كنت نشرب يا كيما وليت انت يا هانية وانا نتحدب تغدنا عمري انا ماشي وحدي يبكيت يا اللي في القلب يدري بيه الربا والله ما كنت نشرب يا كيما انت يا هانية وانا نتعذب تغدني عمري هنا ومشي وحدي يبكي عشقها قلبي ونويت لابني تعهدنا يا ما تفهمنا يا كنا نديرو ضعف وانفها قلبي. ومن بعد قتلتها قتلتها من الكاس اللي شربت منه
ماتت قبلي لأنني دوزيت لها أكثر مني، ولأنني عندي مهمة وخاصني نكملها قررت أنني نبقى معكم شوية ونحكي لكم ومن بعد نتبعها. ناري دابا غادي تبرد وبردت، حيت الحاجة اللي كانت كتقول باللي غتتفارقنا هي اللي جمعتنا، الموت. صافي يا حبيبة، هنا سالت الحكاية، فلكل بداية ختام. في لحظاتها الأخيرة سولتها وقلت لها عندي فضول قبل ما نخليك ونمشي، علاش تركتيني؟ علاش بدلتيني؟ علاش؟ قالت لي وفمها كيرجف وفي عينيها في بوها وفي الراجل اللي كانت غادي تزوجو كتقول وهي كترجف، ماشي بيدي درت هادشي، بويا كان غادي يدخل الحبس، هدو انه غادي يدخل الحبس الا ما خلطش الكريديات ديالو، والحل الوحيد انني نتزوج به، وراك تعرف بويا مريض بالسكر ما غاديش نقدر نستعمل، انا درت هادشي على جالو، انا مازال باقي كنبغيك، انا كنت باغي نتخلص منه ونجي لعندك، ولكن فات الفوت يا حبيبتي، السم كيأثر فيك دابا، ولكن ما تخافيش انا غنتبعك ونكملوا حياتنا ليه. كنبغيك يا نورت عيني. ما غاديش نتعطل عليك. سلام.